إعراب الممنوع من الصرف 4. أين كنت يا سالم؟ لقد انتهيت من إصلاح مصابيح تالفة، تلك المصابيح التي طلبت مني أن أصلحها. وأنت ماذا تفعل؟ هل راجعت تقاريري؟ إنني أفعل هذا الآن. المشكلة يا سالم أنك تستعمل الكثير من الكلمات الممنوعة من الصرف في كتاباتك. وما المشكلة في ذلك؟ المشكلة أنك تخطئ دائما في إعراب الممنوع من الصرف. أوه، هكذا إذن. ألا تعرف الممنوع من الصرف؟ أعرف بالطبع، ماذا تظنني؟ بداية الاسم المصروف هو الذي ينون ويجر بالكسرة، أما الممنوع من الصرف فهو لا ينون ويجر بالفتحة، وهو يأتي بأشكال عديدة، منها ما كان وزنه أفعل وما فاعل وفعلان وفعل وغيرها. رائع يا سالم، لماذا إذن لا تراعي قواعد الإعراب ما دمت تعرفها؟ إنها السرعة في الكتابة يا سلطان، إضافة إلى ما يشغل رأسي من مشاغل. مشاغل، ها هو اسم ممنوع من الصرف، دعنا نعربه معا. هذا سهل، اسم مجرور بمن؟ وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ممتاز. بالطبع، يجب أن أكون ممتازا وأنا أقتدي بسلطان. ها هو اسم آخر ممنوع من الصرف، اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. هذا رائع. والآن دعك من هذا الأمر، كنت أريد أن أخبرك أنني رأيت منذ قليل نيازك كثيرة على سطح المريخ. مثال آخر، كلمة نيازك ممنوعة من الصرف، وهي هنا مفعول به منصوب بالفتحة. لاحظ أننا لم نضف التنوين عليها واكتفينا بالفتحة. مفهوم مفهوم. أريد أن أنبهك أيضاً إلى حالتين يصرف فيهما الممنوع من الصرف. الأولى إذا عرف بأل، مثل أن أقول تعجبت من النيازك المتناثرة على المريخ. هنا تم تعريف النيازك بألف ولام، وبالتالي فإنها تجر بالكسرة بشكل اعتيادي. الحالة الثانية هي أن يضاف، مثل أن أقول جمعت بعضاً من نيازك المريخ. هنا أيضاً كلمة نيازك مجرورة بالكسرة، وقد تم صرفها لأنها مضافة. فهمت. حسناً، الأمر سهل ولا يحتاج إلى مزيد من الأمثلة. والآن ماذا كنت تقول عندما دخلت؟ كنت أقول إنني انتهيت من إصلاح مصابيح تالفة. وأنا أيضاً انتهيت من إصلاح تقاريرك، وبالمناسبة مصابيح وتقارير كلاهما ممنوع من الصرف. صحيح، لكن التقارير هنا يسمح بصرفها لأنها مضافة، فكاف المخاطب هنا مضاف إليه. لقد غلبتني يا سالم.